جد ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء، وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في اللأمة الصفراء. نزلت بسيماه الملائك نصرة بالحوض يوم تألب الأعداء، بالحوض يوم تألب الأعداء. هذا هو الزبير بن العوام، إن لكل نبي حواريا، وحواري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الزبير بن العوام. ما هذا يا ابن قيس؟ إنه سيف الزبير بن العوام. سيف الزبير؟ سيف حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله. ما خبر السيف يا سيدتي؟ من أين لك به؟ الزبير قتل، قتله عمرو بن جرموز نصرة لأمير المؤمنين. كذب والله، كان الزبير من أحب الصحابة إلى قلب أمير المؤمنين. كان إسلامه بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان رابعاً أو خامساً في سجل السابقين الأولين. أسلم في ربيع حياته وهو ابن 16 سنة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعاً، فكان نعم المسلم العامل. كان حواري رسول الله وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وأحد العشرة البررة الكرام المشهود لهم بالجنة ودار السلام، وأحد ستة أصحاب الشورى، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل. وهذا الفارس هو صاحب السيف الصارم والرأي الحازم، مزهق أرواح الأبطال وباذل الأموال في سبيل الكبير المتعال. كان شجاعا مقداما. هذا الفارس المقدام هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، فارس الكرماء وكريم الفرسان وسيد الشجعان يوم الطعان. شب الزبير منذ نعومة أظفاره على حب الفروسية وركوب الخيل والجلاد، وكان لتربية أمه صفية كبير الأثر في تنمية مواهبه القتالية، فخرج من الفرسان الأشداء الذين عرفتهم ساحات القتال والوغى، وشهدت ببسالتهم وقوتهم في جولات لا تنسى وصولات حفظتها ذاكرة التاريخ. حكت المصادر أن أمه صفية رضي الله عنها كانت تضرب الزبير ضربا شديدا وهو يتيم، فقيل لها: قتلته، خلعت فؤاده، أهلكت هذا الغلام. فقالت: إنما أضربه لكي يدب ويجر الجيش الجرار. وفي أحد الأيام وفي مكة المكرمة، وكان حينها الزبير بن العوام ما زال غلاما، قاتل رجلا في عز رجوليته، فكسر الزبير يده وضربه ضربا شديدا، فمر الرجل على صفية وهو يحمل، فقالت: ما شأنه؟ قالوا: قاتل الزبير، فهذا حاله. فشعرت صفية بالفخر والسرور لفعل على ابنها الزبير البطل الصغير الضرغام، ولا غرابة في هذا، فخال الزبير سيد الفرسان وأسد الرحمن وقاهر الشجعان وحامي الميدان، الإمام البطل الهمام، أسد الله حمزة بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. هذه من حمزة بن عبد المطلب. أسلم الزبير رضوان الله عليه إسلام العارفين الذين أضاءت نفوسهم إشراقات الإيمان، فاستسلموا لله العزيز الحميد استسلام الأبرار الأخيار، فكان يرى الأشياء بمنظار الحق والفضيلة. ولذلك لما آمن الزبير بدعوة الحق أخذ عمه يعذبه ويعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير: لا أكفر أبدا ولا أرجع إلى الكفر. ويروى أن الزبير جاء بسيفه في بداية الدعوة إلى مكة المكرمة، فقال رسول الله له: ما لك؟ فقال: أخبرت أنك قتلت. فقال الرسول: وماذا كنت صانعا؟ فقال الزبير: كنت سأضرب بهذا السيف من تعرض لك. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ولسيفه كذلك، وكان أول سيف سل في سبيل الله تعالى. كان الزبير رجلا طويلا إذا ركب خطت رجلاه الأرض، وكان خفيف اللحية والعارضين، وكان قوي
البنية، وكان قوي الساعد جلدا صبورا على الأهوال، وكان على جانب عظيم من الجرأة، وعلى جانب كبير من الإقدام والشجاعة والقوة والبسالة. ومن أمثلة جرأته أنه لما كان مهاجرا في أرض الحبشة، نازع رجل من أهل الحبشة النجاشي في ملكه، فسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل لكي يحارب هذا الخصم. فقال أصحاب رسول الله فيما بينهم: من يخرج حتى يحضر الوقعة ويخبرنا؟ وهنا ظهر الزبير ليقوم بهذه المهمة الفدائية التي تشير إلى فروسيته، وقال لهم: أنا أخرج وآتيكم بالخبر اليقين. وكان من أحدث القوم سنة، وانطلق الزبير حتى حضر الوقعة، ونصر الله عز وجل النجاشي على عدوه. فعاد الزبير إلى أصحابه وهو يلوح بثوبه: ألا أبشروا، أبشروا، فقد ظهر النجاشي على خصمه وأهلك الله عدوه. ففرح المسلمون بذلك النصر المبين فرحا ملأ نفوسهم، وأكبروا شجاعة الزبير وإقدامه في بلاد الحبشة. ثم إن الزبير عاد مع من عاد إلى مكة ليكون في عداد المهاجرين إلى المدينة المنورة، ولكنه قبل هجرته سجل خبرا وضيئا حيث لقي رسول الله وهو مهاجر إلى المدينة. فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بثياب بيض. الزبير بن العوام فارس الغزوات. هاجر الزبير إلى المدينة ونزل على المنذر بن محمد بن عقبة، ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلامة بن سلامة بن وقش الأوسي. وفي ربوع المدينة المنورة ولد للزبير ابنه عبد الله بن الزبير من زوجه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعبد الله هذا هو الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان عبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، وفرح المسلمون بولادته فرحا شديدا وكبروا تكبيرة ارتجت لها المدينة، لأن اليهود الأخابث كانوا يقولون: قد سحرناهم للمسلمين فلا يولد لهم ولد. فكذبهم الله عز وجل وولد عبد الله بن الزبير، وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ريقه الشريف أول شيء نزل في جوف عبد الله، وسماه عبد الله، وكناه أبا بكر بكنية جده أبي بكر الصديق. كان عبد الله بن الزبير صواما قواما طويل الصلاة وصولا للرحم عظيم الشجاعة، عاقلا حازما بليغا كأبيه الزبير وكجده الصديق رضي الله عنهم جميعا. أما الزبير فقد عاش في المدينة المنورة جنديا وفارسا من فرسان الرسول، وقد كان الزبير كريم الآثار الوضيئة في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنشهد معا بعض آثاره الحسان في بعض المغازي التي حظي فيها بمعية الحبيب المصطفى. فكان نعم الفارس المقاتل المطيع المحب لله ورسوله. الزبير وغزوة بدر. هو ذا داعي الجهاد ينادي للخروج إلى غزوة بدر، ويسرع الزبير ممتطيا صهوة جواده الأصيل ملبيا لإعلاء كلمة الله عز وجل. وكان في جيش المسلمين فارسان، وهما الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ماء بدر، بعث علي بن أبي طالب والزبير وجماعة يكشفون خبر قريش، فعادوا وقد حزروا القوم. وفي اليوم التالي بدأت الحرب بين الفريقين، وكان الزبير يمتطي جواده وعليه عمامة صفراء، وأخذ يجندل صناديد فجار قريش، وجرح يومها جرحين غائرين. ويروى أن الملائكة قد نزلت يوم بدر بعمائم صفر إكراما وتكريما للزبير. وفي هذا يفتخر ابن حفيده حيث يقول: جد ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء، وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في اللأمة الصفراء. نزلت بسيماه الملائك نصرة بالحوض يوم تألب الأعداء، بالحوض يوم تألب الأعداء. الزبير وغزوة أحد.
استدار العام وخرج المسلمون إلى أحد، وفي ميدان أحد اصطف الفريقان، وخرج من المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري فدعا إلى المبارزة، فأحجم الناس عنه لما له من شجاعة وقوة، حتى دعا طلحة للمبارزة ثلاثا وهو على جمل يتبختر بين الصفين، فقام إليه الزبير قومة صنديدا لا يخشى في الله لومة لائم، فوثب وثبة حتى استوى معه على بعيره، ثم عانقه واقتتلا فوق البعير جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يسقط على الأرض أولا فهو مقتول. فوقع المشرك ووقع عليه الزبير وذبحه بسيفه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرب الزبير وأجلسه على فخذه وأثنى عليه وقال: إن لكل نبي حواريا والزبير حواري، وقال: لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه. ودار القتال بين المسلمين والمشركين، وكان الزبير من الفرسان الذين ثبتوا حول الرسول وممن بايعه على الموت. وفي غزوة أحد هذه استشهد حمزة خال الزبير وأخو أمه صفية، واستشهد كذلك عبد الله بن جحش ابن عمته وثلة من أكابر المؤمنين وفرسانهم. وانتهت المعركة وقتل من قتل من المسلمين، وأكرمهم الله عز وجل يوم أحد بالشهادة، وثبت الله رسوله الكريم ومعه ثلة من فرسانه، منهم أسيادنا العظام مثل أبي بكر وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. انصرف المشركون من ساحة أحد، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم، وخاف رسول الله أن يرجع المشركون إليهم من جديد، فقال: من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة؟ فانتدب أبو بكر والزبير وعلي بن أبي طالب في 70 خرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ولم يلقوا عدوا. وكان أبو بكر والزبير من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وبذلك نالا رضوان الله عز وجل ومرضاة رسول الله، ففازا ببشارة الجنة كما أخبرنا بذلك الحبيب المصطفى. الزبير وغزوة الأحزاب وبني قريظة. في غزوة الخندق كان للزبير المقام المحمود، وأبلى يومها بلاء حسنة، فقد جاءت جموع الأحزاب وحاصروا المدينة المنورة، واضطرب المسلمون يومها وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وكان يوما قاسيا. وفي تلك الساعات الحرجة العصيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتنا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فدعا له الرسول. وفي يوم الخندق عندما حاولت قريش اقتحام الخندق على المسلمين، دعا الرسول للزبير وقال له: ارمي فداك أبي وأمي. وفي هذه الأثناء كان الرسول يقول لأصحابه: من يأتي إلى بني قريظة فيقاتلهم. فكان الزبير يذهب إلى بني قريظة ويقاتلهم كذلك، وعندما يرجع يدعو له الرسول من جديد. وهذه شجاعة ما بعدها شجاعة، وثبات جنان وقوة شكيمة، ويقين بالله لا يوصف. ومن نوادر ما يروى عن الزبير أنه ضرب يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة بالسيف على مغفره، أي على خوذته التي يلبسها، فضربه الزبير عليها فقطعه إلى القربوص، فقالوا: ما أجود سيفك؟ فغضب الزبير من قولهم، وأراد أن يفهمهم أن الفعل فعل يده وليس لسيفه، فهذا سيف الزبير، ولكن من يقاتل مثل الزبير؟ وهذا سيف علي بن أبي طالب، ولكن أنى لنا بفارس كعلي؟ وكما قال الأولون: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر التي كانت ترقي الناس؟ ولم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ولا سرية إلا خرج معه الزبير، وقاتل كذلك في خيبر قتالا يشهد التاريخ له، وأبلى يومها بلاء حسنة. وبعد أن قتل مرحب اليهودي بسيف علي بن أبي طالب، برز ياسر أخو مرحب، وكان من أشداء اليهود كذلك، وكانت معه حربة يحوش بها المسلمين حوشا، فبرز له علي رضي الله عنه، فقال له الزبير: أقسمت عليك إلا خليت بيني وبينه. ففعل علي ذلك، وأقبل ياسر بحربته يسوق بها الناس، فبرز له الزبير. فعندها سألت صفية رسول الله في هذا المشهد: أيقتل ولدي هنا؟ فقال رسول الله: بل ابنك يقتله.
وفعلا اقتتلا وتبارزا فقتله الزبير. فقال رسول الله: فداك عم وخال. ولما قتل مرحب وياسر فقال رسول الله: أبشروا فقد ترحبت خيبر وتيسرت. وتابع الزبير رحلة الجهاد والفروسية بمعية رسول الله، فشهد فتح مكة، ودخلها يومئذ بلواءين، وكان على طرف الجيش الأيسر. ويوم حنين، وما أدراك ما يوم حنين، يوم ظن المسلمون أنهم لن يهزموا من قلة، أبدع الزبير وأظهر من ألوان الفروسية والشجاعة والبطولة ما أذهل الأعداء. وقد وصفه أصحاب مالك بن عوف بقولهم: نرى فارسا طويل النجاد، صاحب سيف بتار يلوح في القوم يمنة ويسرى. فقال لهم مالك: هذا الزبير بن العوام، وأحلف بالله ليخالطنكم، فاثبتوا له. فلما انتهى الزبير إلى أسفل الثنية أبصر القوم فعمد إليهم وتوجه إليهم، فلم يزل يطاعنهم ويبارزهم حتى أزالهم عنها. وفي ظلال العصر الراشدي ظل الزبير أحد فرسان المسلمين الأوفياء، فكان مع فرسان الصديق الذين قاتلوا المرتدين، ثم خرج إلى الشام مجاهدا مع جيش الفاتحين، فشهد اليرموك وتشرفوا بحضوره، وكان من أفضل من شهدها، وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العلياء، واخترق جيوش الروم وصفوفهم مرتين من أولهم إلى آخرهم، مكرا مفرا مقبلا مدبرا كجلمود صخر حطه السيل من علي، وكان يخرج من الجانب الآخر سالما، ويدخل من الجانب الآخر وهكذا، ولكنه جرح في قفاه بضربتين، وهذا دليل جبن أعدائه، وعدم قدرتهم على الثبات إزاءه وجها لوجه، أو رجلا لرجل. ثم إن الزبير خرج غازيا نحو مصر، فكتب إليه أمير مصر أن الأرض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها، فقال: إنما خرجت للطعن والطاعون. فدخلها وكان أميرا على 500 من الجند، وحمل راية تدل على فرقته، فخرج بعسكره وهو ينشد: أنا الزبير ولد العوام، ليث شجاع فارس الإسلام، قرمه ما من فارس هجام، أقتل كل فارس ضرغام، وإنني يوم الوفا صدام، وناصر في حانها الإسلام. وظل الزبير بن العوام واحد من فرسان المدرسة المحمدية ينافح عن الإسلام والمسلمين، ويشري نفسه في سبيل مرضاة الله عز وجل لكي يفوز بالسعادة مع الذين سعدوا. وسيظل ذكره ينضح بالرحيق وبالعطر كلما جرى ذكره وكلما فتحت صفحات سيرته، فهو القائد الهمام والعسكري المطيع والمؤمن التقي والفارس الشجاع والجريء المقدام الذي لا يشق له غبار. ولسيف الزبير أثر كريم في حياة الفروسية والجهاد في العصر النبوي، وعن هذا السيف يقول فارس الإسلام الأول علي بن أبي طالب: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله. هذا السيف البتار قوم في مجلس عبد الملك بن مروان 3000. قال عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم. قال: فما فيه؟ قلت: فلة وخدش فلها يوم بدر. فاستله عبد الملك فرآها فيه، فقال عبد الملك: بهذا السيف فلول من قراع الكتائب. ثم أغمده ورده. وشهد فارس الشجعان علي بن أبي طالب للزبير بشدة البأس والشجاعة عندما سئل: من أشجع الناس؟ فقال: ذاك الذي يغضب غضب النمر ويثب وثوب الأسد، وأشار إلى الزبير رضي الله عنه. وعندما اقتتل المسلمون في معركة الجمل، كان الزبير يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف بعد كلام وعظة وعظها علي للزبير في نفسه، فكانت شديدة عليه، وأخذ بكلام علي وانصرف من ساحة الوغى، فلحقه جماعة من الغواة ومنهم عمرو بن جرموز، فقتلوه غدرا بوادي السباع بناحية البصرة، وقبره ما زال هناك، وكان عمره حينئذ 64 سنة. وبعد أن قتله ابن جرموز وأخذ رأس ابن الزبير وسيفه وأتى بهما إلى علي بن أبي طالب، ظن منه أن عليا سيفرح بهذا الخبر، فأخذ السيف علي وقال له: سيف الله طالما جلي به عن وجه رسول الله. وجلس علي يبكي عليه هو وأصحابه بعد أن قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وبعد ذلك، وعندما مرت الأيام وقامت معركة الجمل ومعركة صفين وغيرها من المعارك بين المسلمين، كان أصحاب علي معه في مسجد الكوفة، فظنوا أن علي نائما، فجعلوا يتذكرون موقعة صفين والجمل وغيرها من المواقع، وخاضوا في عثمان وطلحة والزبير. فقام علي وقال: فيما خطتم؟ قالوا: بهذا وهذا، وحسبنا أنك نائم. فقال علي:
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فأنا وعثمان وطلحة والزبير. ثم قال: وأنا من شيعة عثمان وطلحة والزبير، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. رحم الله الزبير بن العوام، فقد كان بحق فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، والشجاع القائد ذا الرأي السديد والعقل الراجح والشدة على الأعداء، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه.